رجل مقيم في جدة ذهب إلى مكة المكرمة وبات عند أصدقائه وأراد أن يعتمر، فخرج إلى مسجد التنعيم واعتمر من هناك، فهل يجوز ذلك أو لا؟ إذا كان لم ينوي العمرة إلا بعد ما وصل إلى مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو غيره من جهات الحل فيحرم بالعمرة. أما إذا كان ناويا للعمرة من جدة فإن ميقاته يكون من جدة، فإذا أحرم من مكة وهو قد نوى العمرة من جدة فإنه يكون عليه دم، لأنه ترك مكان الإحرام الواجب عليه، فيكون عليه فدية شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وتكون هذه الشاة مما يجزي في الأضاحي. نعم.